الكتاب يضم تسجيلات من أشخاص كبار في السن اللي عاشوا في فترة ما قبل قيام دولة إسرائيل وفي فترة قيام دولة إسرائيل، يروون أحداثا عن السكان، تعاملهم، تسامحهم، محبتهم لبعضهم البعض، المساعدات التي يقدمونها لبعضهم البعض وقت الحاجة في ذلك الوقت، حتى يقارنوا مع هذا الوقت اللي احنا اللي هن بيعيشوا فيه، لأنه هن ما عاشوا الفترة السابقة اللي هي قديمة قبل 75 سنة. فلذلك احنا الهدف ان ننورهن كيف كانت حياتنا، كيف كان تعاملنا، رغم انه ما كانش عندنا احنا شارع ولا كهرباء ولا انترنت ولا اي وسيلة من وسائل الحضارة، لكن كنا احنا ممشيين نفسنا ومطورين حالنا، نقوم بكل الامور تبعتنا اللي بتحتاجها اهل البلد، يعني من مياه، من معارف، من مساعدات او ارشادات في الزراعة، من مساعدات لبعضهم البعض. فاحنا اعطينا الصورة واضحة حتى هني يأخذوا الصورة الجميلة عن اجدادهم. كفرمندا قامت ما يفوق عن 300 سنة بدايتها، عاشت تنقلات سكانها كلياتهم من مصر، من الأردن، من حوران، من سوريا، من لبنان. كل واحد كان يصل هاي البلاد اللي موجود صار هون يحترموا ويقدروا وعاشوا عيشة هنية ومستقبلية، كانوا يساعدوا بعضهم بحياة ورهافة وكذا، كل الاحترامات. كفر مندا كنا أحسن من اليوم، كنا نتساعد مع بعضنا، حتى في الحصيد اللي كان يتأخر كانوا يروحوا يساعدوا ببلاش إعانة. كان في مبدأ، كان في بدهن يحصدوا يقولوا الطريق لفلان الحصيد اليوم، مش كل واحد فوضى، في نظام، وديننا دين الإسلام دين نظام. احنا لما بنمشي عن نظام نستحل العالم، بس بعد مطولين بدنا، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل يوم بنفد احسن من اليوم اللي بيجي، يعني قال افضل القرون قرني ثم الذي يلي ثم الذي ثم الذي يلي. شو رايك بالفرق بين زمان واليوم؟ العنف حاليا موجود في كفر مندا، كيف زمان كانوا الكبار لهم كلمه؟ الفرق كنا ايدم من اليوم، كان الاختيار لما يحكي كلمه الصغير ما ملوش محل، لازم يقعد على جنب. الاختيار لما بيحكي الكلمة الكل لازم يسمعها. كان في عنا مبدأ، في نظام، حياة، يعني درجات أحسن ألف مرة من اليوم. اليوم بتحكي مع ولد مستعد يباطح فيك ويقاتل فيك. حتى أنا تعلمت من صف، خلصت صف رابع بسنة 46، بديت من سنة 43 للستة 46 خلصت صف رابع. إسا شو كنت أقول؟ من علمني حرفا كنت له عبدا. كان في عنا بزاوية الغرفة حضمة خضبان، اللي مش حافظ درسه يأكل فلقة، كان يأكل فلقة. الفرق والله كبير، الفرق بعيد عن أيام زمان وأيام اليوم. بالأول كانت الناس تحب بعضها وترقف مع بعضها وتتمنى كل خير لبعضها. كانت الناس برمضان تعمل أكل طبخة واحدة تودي لهجرتها لهجرتها، وكمان هن يودوا لبعضهم. كان في محبة، في مودة، وفي رأفة بقلوب العالم. اليوم كل واحد له العيد لحاله، وكل يوم ما حدا بحب. هل كلمة الكبير كمان زمان كانت تمشي، اليوم الكلمة لا؟ زمان كان واحد مسؤول عن العيلة، كلمته ما تنزلش على الأرض، يحكي كلمة الكل يسمعها. اليوم وين؟ أنه بسمع الولد بسمعش لأبوه. هل حسب رأيك هذا الكتاب الناس أو الشباب إذا قروه هل رح يعتبروا، هل رح يحسوا؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنه هذا الجيل بيعتبر وبحس
بالفرق اللي كان بالأول وكان إسه، يكون هذا الجيل أوعى من أول شوي، يمكن يكون واعي شوي يفهم. كفر مندا تاريخ عريق وبشرف، وفيها الحضارة وفيها العراق وفيها الأشياء الحلوة القديمة والجديدة، بس قبل كان ترابط أسري أكثر من اليوم، وكانت الناس تسع بعضها أكثر من اليوم. صحيح في تقدم يعني في الشبكة الكبوتية وهيك والتكنولوجيا، بس قبل في كان محبة أكثر بين الناس. وبدي أقول لكم كفر مندا قلعة صمود، عجبين الدهر مرفوعة، وكلمة هلا وكلمة هلا للضيف من بعيد مسموعة، من بعيد مسموعة، وأهلا وسهلا بلدكم الثاني كفر مندا، ومية هلا بيكم.